آخر شيء التستوستيرون. طبعا التستوستيرون أثناء الاستخدام هذا الرقم يعلق. افتهمنا انه التستوستيرون تم تصنيعه لغرض علاج معين. لعد شنو علاقته بلعبة كمال الاجسام وشون يسوي العضل؟ التستوستيرون يزيد من انتاج النيتروجين داخل العضلة. بشكل ابسط يسحب لك بروتين اكثر للعضلة، حيسرع عملية الاستشفاء العضلي ويسرع عندك عملية البناء العضلي. هاي الوظيفة مالته. بالاضافة انه يزيد عندك انتاج كريات الدم الحمراء اللي بدورها تساعدك تنقل لك كمية اكسجين اكثر للعضلة. يعني ما تاخذ الهرمون موضع على مود يكبر العضلة، هذا الشيء مستحيل. شغل الهرمون يعتمد على البروتين وعلى الاحماض الامينية اللي تدخلها بغذائك. اصدقائي، سالفة الحياة الفعالة بداخل الهرمون هاي سالفة كلش مهمة. انا ما اعتب على الاشخاص اللي تستخدم بدون مدربين، لان عندنا مدربين هواية ما فاهمين هاي السالفة. شلون عندنا مدربين ما فاهمين هاي السالفة؟ على سبيل المثال عندنا البروبينات مثلا، هواية ناس تجين انه ينطي بالاسبوع مرتين او ينطي بالاسبوع مرة واحدة. هذا الشيء طبعا غلط. ليش غلط؟ هسه راح اوضح لك بمخطط الحياة الفعالة من داخل هذا الهرمون. شنو الحياة الفعالة؟ كل هرمون اكو بي استر. الاستر هي الحياة الفعالة، شو وقت يبدي يدخل بالدم، شو وقت يصعد، شو وقت يبدي ينزل بالدم، وشو وقت يطلع من الدم. مثل ما وضحت انواع الحياة الفعالة، هنا ذاكر لك التستوستيرون. طبعا التستوستيرون كل فرق هالانواع كلها شايفيها، ما بيها كل فرق من ناحية نسبة البناء. الفرق بس بالاستر مالتها اللي هي شو وقت يبدي يصعد بالدم وشو وقت يبين مفعوله. طبعا واللي اسرعهم السبيشن. طبعا هسه راح نجي هنا سستانون، خلينا نجي نشرح البروبينات. هذا الهرمون لان منتشر هواي بالعراق، فيقول المدربين هناك اليوم طول مره بالاسبوع او مثلا مرتين. باو ركز هنا، اليوم الاول الهرمون صعد استقر، اوكي ظل مستقر لحد يوم الثاني، وراه شنو بدا ينزل. الهدف من هذا المخطط انه لازم هرمون التستوستيرون تخليه بمستوى ثابت طول فترة الاستخدام. ليش اخليه بمستوى ثابت؟ يوم يومين لازم ادخل جرعة على مود يبقى مستمر. يوم يومين ادخل جرعة. على سبيل المثال مثل اللي يسونه هسه بالعراق، كل اربعة ايام مثلا بقى اللي وين نزل حيرجع يصعد، حتمشي النوبة اربعة ايام ينزل بعدين يرجع يصعد. هاي الخربطه ايش حينتج عنها؟ عندي ضغط خربط هيك الهرمون يبقى صاعد نازل بدمي. اول شيء حب شباب، شلون فتره المراهقه من يصير من الشخص يبدي يبلغ والهرمونات مالته تبدي تتخربط تصعد وتنزل. حب شباب اثنين تساقط الشعر. فيا اصدقائي الاستخدام خطر، يعني مو خساره عليك اذا تخلي لك مدرب $50 ياخذ له بالشهر عليك، عم يحافظ لك على صحتك ويحافظ لك على وظائف جسمك. كلنا نعرف انه هذا الشيء خطر، بس اللي يفتهم اللي يستخدم بعقل ومتابع صحته. راح اشوفكم جزء من تحاليلي اسويها قبل وبعد الاستخدام. هاي تحاليلي 20/2/2019، نجي هنا 7/6/2019، ورا 4 اشهر عدل. هاي قبل سنة التحاليل. اذا تريد تصير لاعب كمال اجسام راح تهتم لتحاليلك حبيبي، راح تشوف صحتك. كنا نعرف هرمون خطر بس لازم تتابع صحتك. هنا تحليل سي بي سي، طبعا تشوف فحص دم شامل، كرات دم الحمراء، صفحات دموية، ما عندي شيء، كلها سليمة. نجي نقلب على الأهم، الهرمون يأثر على الكلى، يأثر الكلى تمام. هرمون اللي كسره ودخل مجرى الدم الكبد، عندنا تحاليل الكبد ALT AST الحمد لله كلها تمام. الكوليسترول 81 طبيعي، ال LDL
الكوليسترول الضار الحمد لله طبيعي، الكوليسترول النافع مرتفع الحمد لله زين، اليوريا زينة، الهرمون الأنثوي عندي جول طبيعي بحبايتين كلش طبيعي، هذا الاف اس اتش هرمون الاف اس اتش هذا ايضا يتخربط اثناء استخدام السايكل طبيعي الحمد لله، هرمون ال اتش اللي منه يتم انتاج هرمون التستوستيرون يروح على خلايا اللايدر هرمون طبيعي الحمد لله، البرولاكتين هرمون الحليب ارتفاع حباية طبعا هاي من استخدام الترامبولون هم طبيعي، اخر شي التستوستيرون طبعا التستوستيرون اثناء الاستخدام هذا الرقم يعلق ومن تقطع الاستخدام طبعا هذا الرقم يصفر، وراها انت حتسوي البي سي تي تنظف حيرجع وراها الهرمون طبيعي، الهرمون طبيعي عندي طبيعي مالته 2.49 يعني فوق الطبيعي بحباية وهذا أهم شي طبيعي يعني من ضمن الطبيعي والحمد لله. طبعا اللي حكيته جزء من بحث تقريبا 67 صفحة حسب ما أذكر، هذا جزء منه بس، وإذا تحبون أنشر لكم دائما هيك معلومات كتبولي، واللي ما فهم أي شي يكتب لي خاص أفهمه أكثر.